ليش دائما بنسعى لتحقيق السعادة وبس نوصلها يبطل لها معنى؟ معقول مفهومها مش واضح عنا؟ أو شو هي السعادة؟ هل هي الثراء؟ ولا الشهوة؟ ولا الشهرة؟ ولا القوة؟ ولا النفوذ؟ جواب هالأسئلة كان بدراسة لجامعة هارفرد على 724 متطوع لمدة 75 سنة، وتبين معهم أنه مفهوم السعادة بيختلف مع تقدم عمر هول المتطوعين، والنتيجة بعد ما كانت بالنسبة للمتطوعين 80% ثروة و10% شهرة و10% شهوة، صارت تعتمد على علاقات هول الأشخاص الحميمة والشفافة والصادقة، وهالشي بيعتمد على نوعية العلاقة مش على عددها. والنتيجة الثانية حسب رائد علم النفس الإيجابي مارتن سليجمان بكتابه السعادة الحقيقية، اللي فرق فيه بين الاستمتاع والسعادة الحقيقية على أنه الاستمتاع هو شعور مؤقت بيعتمد على رغبات الأشخاص، أما السعادة الحقيقية فهي بتجي من خلال خدمة الناس. هيدا بيعني انه السعادة الحقيقية هي من خلال اقامة علاقات واضحة وصريحة وصادقة، ومن خلال خدمة الناس بأي طريقة كانت. اي طريقة.